مقاتلة روسية تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار تحطمت خلال ثوان. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحطم مقاتلة من طراز سوخوي 34 خلال رحلة تجريبية داخل البلاد. طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكنا من القفز منها قبل سقوطها، ورجحت الوزارة أن سبب الحادثة قد يكون خللاً فنياً. المقاتلة الملقبة بفرخ البط دخلت الخدمة في القوات الجوية الروسية عام 2014، إذ تعتبر من الطائرات الحديثة التي صممت خصيصاً للتصدي لأهداف جوية وأرضية، خاصة وأنها مزودة بصواريخ جو أرض وجو جو، كما أنها تشمل نظاماً متطوراً لحمايتها من الصواريخ المضادة للطائرات سوخوي 34، تستطيع حمل كميات كبيرة من الذخيرة تقدر بنحو 8 أطنان، ويمكنها التحليق لمسافة 4000 كيلومتر، أما سرعتها فتصل إلى 1900 كيلومتر. مقعدا القيادة المتجاوران هما أهم ما يميز المقاتلة الروسية، إذ يسهلا من عملية التواصل والتفاعل بين الطيارين.